خلينا نستقبل مدام مفيدة من المونستير. صباح النور يا مدام. شحوالك يا مدام مفيدة. لله الحمد لله والشكر لله. مدام مفيدة من المونستير كلمتنا اليوم, عندها تحية خاصة جدا لزوجها سي خميس السيد. ايه وشن هي المناسبة يا للا؟ مناسبة عيد ميلاده يوم 2 مارس. بمناسبة عيد ميلاده اليوم 2 مارس به. قديش عندكم متزوجين مدام؟ انا 11 عام. ما شاء الله, ربي يدون ويطول العشرة يا للا. شنو باش تقول بالضبط لراجلك اليوم الصباح؟ نهنيه بعيد ميلاده ونقول له ان شاء الله كل عام وانت حي بخير, ان شاء الله ربي يطول عمرك, ربي يخلي تليح, ربي يفضلك, وان شاء الله ديما متهنيين هكا وعايشين ونحبوا بعضنا ديما يا رب. امين يا رب. شو نجمو نعرفوا على سي خميس مدام مفيده؟ حكينا شويه على طبيعته, كيفاش يتعامل معك في الدار, شنو الحاجات اللي يحبهم شنو الحاجات اللي ما يحبهمش. خميس انسان عنده طيب برشا, باهي, يحبني برشا وانا نحبه برشا, محبوب من كل الناس, يخدم مثل المنافسين معناتها يحبوه الناس كلها, وحنين برشا معناتها, وكل شيء على انسان طيب على حق. شو يعملوا في الدنيا يا مدام؟ يخدم مرشيدو جروب. نعم. شنو يعمل في الدنيا؟ هو يخدم حسك في الحوت في المرشين. أيوة ربي عينه إن شاء الله, وتحية لكل البحارة اللي يسمعوا فينا اليوم الصباح. بيه دونك المساج واضح اليوم, مش نحاولوا نفاجئوا سي خميس ومش نحتفلوا بعيد ميلاده في المباشر معك. أي للا شنو يكلم في السر؟ بالطبيعة كتكوت. كتكوت بالطبيعة, ما تنجم تكون كان كتكوت لباس. مش بيك خطفت الورق؟ تفضل. تفضل اعطينا المعطيات. تفضل انت باش تقول. هيا احلام فازي سي خميس. سي خميس بيعته طيبه برشا, يحب الناس الكل والناس الكل تحبه, عنده شعبيه في سوق الحوت كما يقول هي, تقول ولد بحر وحنين, عندهم من 2005 معارسين, قبل ما يعرسوا قعدوا 4 سنين صحاب, وقف معاها في المرضى عام 2003, وقتها عرفت اللي هو يحبها, ومن وقتها ولات تحبه برشا, تحب تقول له نحبك, ربي يخليك ليا وربي ترزقنا الخير والخمير ويعطينا من خير ويطول لك في عمرك. امين يا ربي. مدام مفيده, انا تو احلام كان تحكي لي في حكايه, قالت عام 2003 انت تقلقت شويه, ان شاء الله بلطف عليك, وسي خميس وقف معك ومن وقت عرفت اللي يحبك. وقتها اني معناتها مرض كل شيء. ايوه معناتها خلصت الكار وكل شيء معناتها, وهو معناتها كل وقفت معايا على الاخر معناتها, وحسيت بالحق كونه معناتها يحبني بالحق. انتم معناتها اكتشفت فيه انه يحبني بالحق. انتم الزواج نتاعكم قصه حب من عام 2005 ما شاء الله. أيه. ربي دوم العشرة ان شاء الله. يقولوا لي ما تحصلوش على سي خميس, ما نجمناش نتحصل عليه, ينجم يكون مشغول شوية في الخدمة الصباح. على كل مشغول شوية خاطر الحكم في المرسية يبدأ ثم برشا حس ان شاء الله يسمعنا يا ربي ان شاء الله. ان شاء الله. باهي على كل يلا, احنا الغنية حضرناها يا مدام مفيدة باش نسمعها اون ديريكت, سلمنا برشا على سي خميس, والغنية راك باش تلقاها بعد شوية موجودة على الباج اوفيسيال على الفيسبوك. ركز معايا للا واسمع شنو حضرنا لك. يلا ويقدروه, يحبني برشا يخاف عليا ويد الناس, وقت
معايا لكل حكاية حتى في مرضي نحبك روحي برشا وإن شاء الله مع بعضنا مهما صار وتزيد تكبر العشرة نجيبو الزهر يعمرو الدار نعيشو حياتنا متهني جيبوا صغار يعمروا الدار نعيشوا حياتنا متهني يا مدام. أهلا يا للا. أنا متأكد اللي برافو على الكلمات تحكي بجد. هي برافو شو هو مش خدم استقالتي أنا اليوم شو برافو أنت كتبتها وين أو جيتك؟ نحيي حبي خميس نقول له إن شاء الله كل عام أنت حي بخير إن شاء الله ربي يفضلك لي وإن شاء الله ديما سألك منور وراك في دراسي ونقول له إن شاء الله ديما نقعد مع بعضنا هيك وفرحانين أمين يا رب إن شاء الله ربي حتى نعشرك.